تحالف لا تلمس مكتسبات ينظم وثيرة دعم وتأييد لرئيس الجمهورية ضد بيدو ردا للإدارة الأمريكية. وزير الثروة الحيوانية يطلق أنشطة سباق الجياد دورة 2017 بمدينة ماساكوري حاضر إقليمي حجر لميس. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضراتكم عرضا المسائي لهذا اليوم. نظم تحالف لا تلمس مكتسبات مسيرة دعم وتأييد ومساندة لرئيس الجمهورية ضد بيدنو. المسيرة جاءت ردا على القرار الأخير الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بمنع المواطنين التشاديين من السفر أو الدخول بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذا الادعاء الأخير الذي يتهم فيه رئيس الجمهورية بتلقي رشاوي من قبل شركة صينية وتبييض أموال من قبل القضاء الأمريكي. آدم حسن مكاوي والمزيد من التفاصيل. سمه وفاق وطني أو توافق، ليس كل ذلك مهم. المهم هو أن السيادة الوطنية للبلاد خط أحمر لكل من سولت له نفسه المساس بالتشاد والتشاديين. هكذا كانت تقول هتافات هؤلاء المواطنين الخلص الذين خرجوا في هذه المسيرة الاحتجاجية على قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب القاضي بحظر سفر المواطنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا رفض اتهامات واشنطن لقائد البلاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. الصغير والكبير والنساء والرجال منذ الصباح الباكر احتشدوا تحت مظلة تحالف لا تلمس مكتسباتي ليعبروا عن استياءهم الشديد عن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه البلاد وزعيمها وبدء فعاليات هذه المناسبة الوطنية بالنشيد الوطني. Ta terre est ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. بعدها تعاقبت الكلمات بدءا برسالة الاحتجاج التي جاء فيها بأن البلاد دولة مستقلة ذات سيادة، وبالنظر إلى العداء والتشويه الذي تشهده تشاد ورئيسها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تقدر التضحيات الهائلة لموارد تشاد البشرية والمادية والمالية لمكافحة الإرهاب، فإن منظمات المجتمع المدني ترفض كل الاتهامات غير المبررة التي تشوه صورة تشاد. كما قدمت جمعيات المجتمع المدني أيضا رسالة مساندة وثقة إلى رئيس الجمهورية مؤكدة ثقتها الكاملة في نزاهة ووطنية رئيس الجمهورية. رئيس تحالف لا تلمس مكتسبات محمد ديجدينباي في خطابه بهذه المناسبة استنكر هو الآخر هذه الاتهامات. مشهد اليوم هذا لا يريك إلا قضية وطنية محسوم أمرها، فيها الوطن أولا وآخرا، ولا جدال في الوطن ورموزه، فهما قادسية خاصة للتشاد. عقد عمدة الدائرة الخامسة لقاء عمل مع مندوبي الحارات ورؤساء المربعات، وذلك لإخبارهم ببيان الحكومة المتعلق بنفي الاتهامات لحكومة الأمريكية. هارون أبا آدم. إن الاتهامات التي وجهتها الحكومة الأمريكية عبر وزارة العدل لشخص رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو أثارت ردود أفعال الرأي العام الوطني. وفي هذا الصدد عقد عمدة بلدية الدائرة الخامسة محمد صالح موسى اجتماعا مع مندوبي الحارات ورؤساء المربعات لتنويرهم بضرورة نشر الوعي في الوسط المجتمعي وإخبار المواطنين بالدائرة بأن هذه التهم لا أساس لها من الصحة، وإنما هي محاولة لتشويه صورة البلاد والإساءة لسمعة رئيس الجمهورية حسب تصريحات العمدة محمد صالح موسى. بلان نجات رئيسنا إدريس ديبي أكيزيه فيس مينيسترنا جستيسنا إتازيني أكيزيه بريزيدان أنا والحكومة نجات مرغت في التلي ودمانتير كلام دا شغل الحكومة ورطرة للحقول الشعب. الحكومة قالت شنو؟ الحكومة صوت بوينت بريس وأكدت مشغول ما سي وواجب الشعب كله خليه يفهم مشغول ما سي. من ناحية أخرى فإن عمدة بلدية الدائرة الخامسة محمد صالح موسى أكد بأنه سيعقد لقاءات مماثلة مع ناشطين آخرين في إطار التوعية لمساندة رئيس الجمهورية والاستنكار بشدة لاتهامات الحكومة الأمريكية الموجهة ضد الرئيس إدريس ديبي إتنو.